السلام عليكم. من قال انه مدينه او ولايه تيزي وزو ما عندهاش فنادق؟ والله هذا مثال على واحد من الفنادق اللي متواجده في ولايه تيزي وزو، لكن يبقى يخصها امر واحد، هو انه هذه الفنادق غير مرسمه، يعني با اومولوجي، ما عندهاش التقييم نتاع المعترف به عالميا في الفنادق بعدد النجوم. وهذا ما تحتاجه الان. فيه بعض الفنادق في تيزي وزو لو كان يعطوا لها لومولوغاسيون تاع لا كلاسيفيكاسيون، فوالا لا كلاسيفيكاسيون، ممكن نعاود ندير ريميز ا نيفو نتاع الفنادق هذه، وتكون عندنا بالك 10 او 15 فندق في ولايه تيزي وزو بمواصفات 4 او حتى 5 نجوم. هي قضيه تاع لومولوغاسيون، قضيه ريميز ا نيفو نتاع الفنادق. اذا هذا هو. تبقى مسألة، يعني نتكلموا على تنظيم كأس إفريقيا بالمناسبة تاع هذا الفندق، هذا الرائع تاع فندق تاغزوت. إذا بعد نزيد نعاود نشوف الصور هذه، معليش اليوم نتكلم على كرة القدم، ونخليكم في الجزء الثاني تاع الفيديو هذا نعاود نرجع الصور هذه ونعاود نشوفوها بدون تعليق. إذا نوليو لقضية كرة القدم. القضية تاع الفنادق محسومة في ولاية تيزي وزو، موجودة بكل مشكل بدون مشكل. تبقى قضية المطار. المطار هي لازم يكون فيها إعادة هيكلة وتجديد طريق السيار ما بين تيزي وزو والجزائر العاصمة بمقاييس دولية. لازم تكون فيه طريق سيار بلي نورم، بالمقاييس المعمول بها في ميدان الاشغال العموميه، تعاود ريميز ا نيفو تاع لوطوروت الجي تيزي وزو، والمشكل تاع المطار يتحل. الان نعود الى الفندق ونخليكم تتمتعوا بالصور هذه.